مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نخصصها عن السر وراء بناء مسجد في ميدان تقسيم في قلب إسطنبول. على بعد أمتار فقط من تمثال أتاتورك الشهير وسط ميدان تقسيم في إسطنبول، بدأت أعمال إنجاز مسجد جديد بدعم من الحكومة التي ترى أن هناك حاجة ملحة لمسجد في الميدان نظرا لاكتظاظه المستمر وعدم وجود مساجد قريبة منه. إسطنبول تعد مدينة السلام والتعايش بين الأديان منذ قديم الزمن، وقد شعرنا دائما بحاجة ميدان تقسيم إلى مسجد. بناء المسجد بجوار كنيسة سانتا ماريا وإطلالهما معا على الميدان يدل على مستوى التسامح الذي تتمتع به المدينة. ولكن منتقدي المشروع رأوا أنه يأتي لتعزيز النظام من جهة، ومن أخرى فهم يرون أن الميدان الذي سيحتضن المسجد هو رمز لعلمانية المدينة، وأنه امتداد لمشروع جيزي بارك الذي أراد منه الحزب الحاكم في تركيا تغيير المكان وإنشاء ما يشير للحقبة العثمانية. عند اكتمال المسجد سيكون مكونا من 5 طوابق، وسيتسع لعدد كبير من المصلين، وسيحوي قاعة مشاورات ومرآب كبير للسيارات. أما قبته فستكون بارزة في الميدان، وستصبح إحدى المعالم الرئيسية للميدان الذي طالما كان رمزا لعلمانية البلاد، والذي شهد أكبر الاحتجاجات ضد الحكومة التركية خلال أحداث حديقة جيزي بارك الشهيرة والقريبة جدا من المسجد الجديد. بناء مسجد في ميدان تقسيم، هذا حدث تاريخي في إسطنبول، تاريخي من حيث إنه ميدان تقسيم منذ 500 عام أو 55 سنة لا يوجد فيه مسجد واحد. تخيل أنت بقى من كام سنة تقريبا، يعني حتى أنت لما تذهب إلى ميدان تقسيم وهذه المنطقة تقعد تدور على أن تلاقي جامع تمشي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو ممكن تلاقي زاوية صغيرة مسجد، حاجة يعني كأن أنت يعني ماشي في مكان ما فيهوش مسلمين. وده أمر سنفسره وأمر غريب جدا، هو إنه ميدان تقسيم والمنطقة المحيطة به ليست مدينة، ليس لا علاقة له بمدينة إسطنبول كما سنأتي في الشرح، وده أمر غريب لأنه ميدان تقسيم تاريخه غريب وعجيب. الأمر الثاني إنه ما كان مسموحا من قبل إنه يبنى مسجد في ميدان تقسيم. الذي حدث إنه بعد الانقلاب العسكري الذي نفذته المخابرات الأمريكية على الرئيس المسلم أردوغان وعلى الشعب على تركيا المسلمة من أجل احتلال تركيا المسلمة من جديد، وأن تركيا تصبح من جديد مستعمرة أمريكية، الذي حدث أن الرئيس المسلم أردوغان خطب في ميدان تقسيم بعد الانقلاب بأيام وقال أنه سوف يبني مسجدا في ميدان تقسيم. طبعا من قبل الرئيس المسلم أردوغان حاول أن يبني يعيد إنشاء ركنات الجيش الإسلامي المسلم الجيش العثماني في ميدان تقسيم، ولكن حدثت مظاهرات وجيزي بارك وأمريكا تدخلت، المهم يعني تدخلت من خلال العناصر الموجودة في الداخل، يعني كما حدث عاد الرئيس مرسي تمرد وغيرها. يعني المهم هذا الأمر كان ممنوع. نبدأ بالمنع، فميدان تقسيم كان هو رمز الدولة، أو يعني أنه منع بناء المساجد في ميدان تقسيم هذا كان، شوف كان محتاج للتصور بقى، محتاج ل 14 سنة كي يبنى مسجد في تقسيم. حكم إسلامي في تركيا 14 سنة حتى يتمكن بناء مسجد في تقسيم، ونظام الحكم هذا كان يسير بسرعة في أنه الإسلام يعود مرة أخرى لسابق عهده في تركيا. نرجع للمسألة التاريخية. الذي حدث، أنا لما وصلت تركيا سنة كاملة لم أذهب إلى ميدان تقسيم، مش عارف ليه، يعني انا كنت مهتم اشوف قصور السلاطين، مساجد السلاطين، يعني ايام فعلا لما تذهب لهذه الاماكن تشعر بقوه المسلمين وعظمه المسلمين عندما كانوا يحكمون الدنيا، بينما الان طبعا نحن ناس في هوان وضعف، لانه لو اللي عاملين نفسهم قادات ومربين دؤونهم موجودين في عهد السلطان محمد الفاتح ولا كذا كان يقولوا هترمونا في التهلكه وهتودينا في داهيه، وانت راجل وحش وراجل ابن حروب وراجل بتاع دمار وانت يعني. المهم فلم أذهب إلى أن جاء موعد مع صديق، وكل صديق شغال في مكان يعني في شركة في تقسيم، فذهبت كان يوم جمعة، ويعني قعدنا نمشي يجي 2 كيلو علشان كي نجد مسجدا نصلي فيه، مشينا ما يقرب من 2 كيلو كي نجد مسجدا نصلي فيه، ومسجد في آخر صغير في حارة ضيقة كده. حتى قابلت كاتب محلل سياسي تركي وبيكلمنا عن فتح إسطنبول،
فقال إنه ميدان تقسيم أصلا ليس من مدينة إسطنبول. مدينة إسطنبول هي منطقة السلطان أحمد والطقبي والفاتح، وهذه هي منطقة، هي مدينة إسطنبول التي فتحها السلطان محمد الفاتح. أما ميدان تقسيم وبرج غلطة أو برج غلطة حسب النادي اللي هناك الرياضي، فهذه كانت مدينة منفصلة اسمها مدينة غلطة أو مدينة غلطة. فمدينة غلطة هذه كانت مدينة منفصلة ما لهاش علاقة أصلا بمدينة إسطنبول. بل العجيب أن مدينة إسطنبول كانت عاصمة الدولة البيزنطية، لكن مدينة غلطة اللي فيها ميدان تقسيم هذه، هذه جزء من دولة جنوة البحرية، دولة أخرى. خلي بالك يعني إسطنبول الموجودة حاليا، ميدان السلطان أحمد ده المدينة اللي كانت تتبع الدولة البيزنطية الأرثوذكسية، والتانية مدينة جنوة، دولة جنوة البحرية اللي بتتبع إيطاليا والإيه والكاثوليك. فبالتالي كانوا مدينتين منفصلتين في دولتين منفصلتين. طبعا المدينتين لما انت عارف ان اسطنبول بيقسمها خليج القرن الذهبي، يعني اسطنبول في خليج كده قسمها نصين، النص ده اسطنبول الحقيقيه اللي فيها سلطان احمد ومنطقه الفاتح، والقسم الاخر اللي فيه برج جلطه وما الى ذلك وميدان تقسيم ده مدينه جلطه التاريخي. فهو قال لي انه لما سلطان محمد الفاتح فتح اسطنبول او القسطنطينيه، كان اسمها القسطنطينيه في ذلك الوقت، واسمها اسطنبول اي الاسلام الكثير او عاصمه الاسلام حسب الترجمة، فمدينة جلطة فتحت صلحا، يعني الحامية التي فيها والقادة بتوعها سلموها صلحا بشروط الصلح. فمن شروط الصلح انه يترك كل شيء كما هو. انا مش متذكر كان قال لي كان من شروط الصلح عدم بناء مسجد او شيء، يعني مش فاكر، لكن من شروط الصلح فتركت جلطة وهذه المنطقة بدون مساجد لفترات هنتكلم النهارده 54 سنه. حتى انت لما تيجي في القرن في ال 200 سنه الاخيره، مدينه الغلطه هذه وتقسيم وبايا اغلو، حي اسمه بايا اغلو اللي هو فيه تقسيم، هذه المنطقه اصلا كانت مركز النشاط الاوروبي ومركز النشاط الماسوني والتغريب والرقص والموسيقى والمش عارف ايه، كل الاوروبيين كانوا يجوا على دول، ما نزلش على الفاتح او السلطان احمد او ما الى ذلك. فمنطقة التخريب كان يعني منطقة تخريب وتدمير الدولة العثمانية بدأت من مدينة جلطة، واستمرت الأمور فيها يعني. ولذلك أنت في أحياء في إسطنبول تمشي فيها تجد البنات الصغيرات محجبات، لما تذهب مثلا إلى ميدان تقسيم تلاقي فيه نسوان ماشية بالشورت. المهم قام طبعا قلق كبير عن ميدان تقسيم، كل يعني المظاهرات المناهضة للحكومة التركية المسلمة تكون في تقسيم مثلا، المظاهرات المؤيدة للحكومة المسلمة تكون في نقب. طبعا ميدان تقسيم ميدان صغير يعني صغير الحجم، ولكن هو كان ملتقى ما يوم إلى ذلك. المهم ميدان تقسيم طبعا من أشهر الأمور الموجودة فيه هو النصب التذكاري لأتاتورك، وفي مركز أتاتورك ثقافي، والرئيس المسلم أردوغان قال أنه سيبني مسجد وسيبني مركزا ثقافيا آخر، أو يعني كان بيتحدث عن مشروع وأن هيبقى فيه حدائق ومنتزهات سوف تعود، وأنه سوف يتم تغيير وجه ميدان تقسيم. وفي الحقيقة أنه بذلك التغيير هذا يعكس، هذا التغيير يعكس حقيقة الشعب التركي المسلم، لأنه في ناس كثيرة من العرب أو السائحين يأتي على تقسيم فيأخذ فكرة أن تركيا دي بلد الخمور وبلد مش عارف إيه والستات مش محجبات وال. بينما إذا صار في أحياء أخرى في إسطنبول أو مدن أخرى خارج تركيا يكتشف أن غالبية الشعب التركي هو شعب غيور على الإسلام ويعتز بإسلامه. فبإذن الله وإن شاء الله يعني ربنا يطول في عمرنا حتى نشاهد هذا المسجد، وتم وضع حجر الأساس فيه منذ يومين من قبل ولي إسطنبول. طبعا لعب دور كبير ولي إسطنبول في يوم الانقلاب العسكري، وأنا بصراحة من يوم الانقلاب العسكري أنا زدت اطمئنانا لاستقرار الحكم، لانه وجدت ان النظام يعني مش النظام شخص قائم على اردوغان، انما لقيت والي اسطنبول تصرف صح، رئيس المخابرات تصرف صح، رئيس الحكومه تصرف صح، كان ينقصهم الدعوه المواطنين للنزول في الشارع. هذه هي النقطه التي كانت تنقصهم، لكن كلهم تصرفوا اداريا بحكمه وحنكه، ده موضوع اخر ممكن نبقى نستضيف احد من المسلمين الاتراك يشرحه باعتباره عايش وهو فاهم ما الذي حدث اكثر مني يعني. فبإذن الله إن شاء الله
هذه يعني لا تركيا تعود مرة أخرى إلى مجدها الإسلامي. دورنا هل نساند تركيا ونشجع تركيا في مسيرتها للعودة إلى مجد الإسلام والمسلمين، ولا نظل نقول لا وحشة وبنت ستين ونطعن ونشكك، ولما نجد خطأ نقول في خطأ صححوه. وأنا قلت قبل كده الحكومة التركية مخطئة في كونها شغالة منهمكة في معركة البطون وتركت معركة العقول. يعني هي شغالة لاجئين تأكل، جرحى تعالج، مرضى ميتين تكفن، ولكن سايبة عقول المسلمين في العالم العربي في آسيا الوسطى للقنوات الناطقة بلسان المخابرات الأمريكية أو اللي أمريكا مكلفة نفسها تصلحها. فالنهاردة أنت بتبني هذا سواء تفجيرات في تركيا أو سواء مشاكل خارج تركيا وما إلى ذلك. فلما يكون في خطأ نقول في خطأ، لكن لا نتجنب. المهم بإذن الله إن شاء الله ستستمر مسيرة الإسلام في تركيا إذا كلنا وقفنا من أجل هذه المسيرة تستمر ودعمناها وساندناها، وليس إن احنا نسعى لفشلها عشان نقول والله شفتوا بقى كان كلامنا صح. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.